بسم الله الرحمن الرحيم. قصة حرف خ. خ حرف حقدي قصة. بعدين درسنا قط خ حقدا بولادة. بعدين كمبر درس أتامس يعني برينش درسنا أشبو درس كده مستحكم لش بولادة. و إين العربتن أورجينيت كلارجى إن شاء الله قويامس. يعني برينش درسنا شو درس كده بولجين درسنا مستحكم لب أولامس. حاضر الحكاية نقيما. خديجة تحب أن تساعد أمها في المطبخ. خديجة أنسجة أشخانة دا يردن بيرشنة يشكرت. تحب يشكرت أن تساعد يردن بيرشنة أمها أنسجة في المطبخ. في دا إيش دا ديجانة مطبخ بو أشخانة. مرة حضرت خديجة لأمها سلطة من الخس والخيار والخلي. Bir marta Xadicha onasi uchun salat, ya'ni salat bargidan va bodringdan va sirkadan bo'lgan salatni olib keldi. Hazrat olib keldi, hozir qildi degani. Al-xossi bu salat bargi bor-ku, o'sha al-xiyar bu bodring, al-xilli bu sirka. Fatabaxat ummuha al-xadara وقال أبوها سلمت يداك يا خديجة. شند آنسة ككتلرن بشرد و آتاس اونجا ايتكي اكي خلين سلامت بولسن اي خديجة ديد. ثم أعطت أمها لها من حلوة. ثم آنسة اونجا شنلكلردن بيرد.